للحديث أكثر حول هذه الملامح للسياسة الخارجية المصرية بينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور أيمن سمير، خبير في العلاقات الدولية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. تطور هائل في السياسة الخارجية ما قبل 30 يونيو وما بعد 30 يونيو، نسأل عن المرحلة الحالية، كيف ترى السياسة الخارجية المصرية في مرحلة ما بعد 30 يونيو يا دكتور؟ بالتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صاغ مقاربة جديدة جدا في السياسة الخارجية المصرية في كل دوائرها، سواء فيما يتعلق بالدائرة العربية أو الأفريقية أو حتى الدولية. لكن ربما الجديد والذي لم يكن موجود من قبل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكتشف مساحات جديدة في السياسة الخارجية المصرية لم تعود على مصر بالنفع فقط السياسي والدبلوماسي، لكن أيضا بالمكاسب الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة جدا. على صحيح. سبيل المثال قبل 30 يونيو كانت منطقة الشرق المتوسط منطقة يعني هامشية بشكل كبير جدا في السياسة الخارجية المصرية، كانت هناك علاقات يعني أقل من عادية في هذه المنطقة، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنظرة ثاقبة لطبيعة المعادلات الدولية والمتغيرات التي تحدث في الإقليم وفي المنطقة وفي العالم اكتشف هذه الأهمية الكبيرة لهذه المنطقة، وبالتالي استطاعت مصر أن تصيغ علاقات جيدة جدا وممتازة مع كل دول الشرق المتوسط، هذا على سبيل المثال. لكن انظري مثلا إلى القارة الأفريقية، كانت شبه العلاقات مع أفريقيا كانت شبه مهملة قبل 30 يونيو. الرئيس عبد الفتاح السيسي حوالي 33% من إجمالي زياراته الخارجية كانت لأفريقيا، هذا أمر غير مسبوق لم يكن قبل 30 يونيو حتى في الفترة التي كانت هناك فيها ازدهار بين مصر وأفريقيا في الخمسينات والستينات مثلا، لم تشهد هذه الفترة زيارات مثل الزيارات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي زار بلاد لم يزورها أي رئيس مصري من قبل في تاريخ العلاقات المصرية الأفريقية. نفس الأمر بالنسبة في آسيا، في أوروبا، في جنوب شرق آسيا، يعني مثلا الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يلقي خطابا في البرلمان الياباني، هذا أمر غير مسبوق. لذلك السياسة الخارجية المصرية أخذت طابع وشكل مختلف. صحيح. الأهداف اختلفت وأيضا الأدوات اختلفت. نعم. يعني من ضمن المحددات الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية بعد 30 يونيو مبادئ ومعايير محددات كثيرة، أنا في تقديري أهمها هو اكتشاف مساحات الاختلاف والاتفاق مع كل دول العالم، بمعنى مصر دائما تنظر إلى الجانب الإيجابي في العلاقة مع الآخرين، هي تحاول أن تزيد مساحات الاكتشاف، المساحات المشتركة مع الدول الأخرى. ولذلك مثلا في قبل 30 يونيو كان غالبية الميزان التجاري مع العالم كان لصالح الدول الأخرى، نادرا ما كان الميزان التجاري لصالح الدولة المصرية. اليوم أكثر من 70% من علاقات مصر التجارية مع الدول الأخرى الميزان التجاري تحول لصالح الدولة المصرية. نعم. نتيجة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. والاتفاقيات وبروتوكولات العمل التي تم توقيعها في هذه. صحيح. الفترة. طيب دكتور أيمن لو سمحت لي، الحقيقة أنه يعني من 2014 حتى هذه اللحظة سواء كان المجتمع العربي الإقليمي أو حتى الدولي مر عليه العديد من النزاعات، العديد من المشاكل والصعوبات، والحقيقة كان في صعوبة في التعامل باتزان رغم كل هذه المتناقضات الدولية، ولكن مصر قدرت تحقق هذه المعادلة. هذه المعادلة صعبة، والحقيقة ده يجعلنا نسأل إزاي مصر قدرت تحقق هذه المعادلة للتعامل مع كل هذه التناقضات فيما يتعلق سواء كان بالقضايا العربية أو الدولية يا فندم. يعني أولا مصر دائما عندها مجموعة من المبادئ والمحددات. أول شيء مصر ترفض التدخل في الشؤون الداخلية في شؤونها الداخلية ذاتها، وترفض أي مقاربة في المنطقة وفي العالم للتدخل في الشؤون الداخلية في العالم. لذلك حظت السياسة الخارجية المصرية بمقبولية من الجميع، مقبولية من الأفارقة، من المنطقة العربية، من العالم، لأن مصر واضحة هي لا تقبل بأحد أن يتدخل في شؤونها الداخلية وهي في ذات الوقت التي تتدخل في شؤون الداخلية لدول الأخرى، هذا واحد. الأمر الثاني، دائما معروف عن السياسة الخارجية المصرية أنها تفضل الحلول السياسية والسلمية والدبلوماسية وليس لغة البندقية والرصاص. على سبيل المثال ما حدث في سوريا من 2011 وحتى الآن، مصر كانت تقول من البداية أن الحل في سوريا حل سياسي، وأن إرسال الذخيرة أو إرسال السلاح أو إرسال الإرهابيين إلى سوريا سوف يعقد العملية بشكل كبير للغاية. بعد أكثر من 10 سنوات
عاد الجميع إلى المقاربة المصرية، وأن التدخل في الشأن السوري يعقد الأمر أكثر، وبالتالي عادت الدول تنفتح على سوريا، وعادت سوريا مرة أخرى إلى جماعة الدول العربية. نفس الأمر في كل الصراعات، سواء في الشرق الأوسط، في المنطقة العربية، في أفريقيا. مصر كانت دائما تقول أن إسكات البنادق هو البداية الحقيقية للتنمية، لذلك مصر طرحت مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا عندما كانت رئيسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019. هذا الأمر وجد صدى وترحيب كبير جدا. مصر أيضا أو السياسة الخارجية المصرية تقوم على مبدأ الشفافية. ما تقوله مصر في الغرف المغلقة هو ما تفعله في العلن. مصر لها خطاب سياسي ودبلوماسي واحد، لذلك مصر لا تتآمر على أحد ولا تعقد صفقات ضد أحد. هذا الأمر أصبح معروف للجميع، لذلك الدولة المصرية والسياسة الخارجية المصرية أصبح مرحب بها بشكل كبير جدا. صحيح. كل قادة العالم بلا استثناء كانوا يهرولون لزيارة القاهرة، كل قادة العالم بلا استثناء وفي مختلف المراحل خلال السنوات العشر الماضية دعوا القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة دولهم. طيب دكتور أيمن، أخيرا يعني هل ما زلت معي؟ أنا مع حضرتك. نعم دكتور أيمن، يعني يمكن حضرتك تفضلت بالذكر فيما يتعلق بأنه مصر أوجدت مساحات مختلفة أيضا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، والحقيقة ده يجعلني أسألك وسريعا لو سمحت فيما يتعلق بالمساحة الإنسانية. إحنا على مدار الفترات الماضية كان في عدد كبير من الأزمات ومصر تعاملت معها بشكل إنساني، إن كنا نتحدث عن إعادة الإعمار في عدد من الدول، ما يتعلق أيضا على الجانب الآخر بأزمة كورونا وإرسال مساعدات مختلف دول العالم ومنها دول كبرى، الأزمة السودانية ومرت به والحفاظ على المواطنين في الداخل السوداني سواء كان المصريين أو حتى تقديم يعني مساعدات للرعاية الغير مصريين والوافدين السودانيين. دعني أتحدث معك في هذا الشق بشكل سريع دكتور أيمن لو سمحت. أولا مصر قدمت أكثر من مبادرة ومقاربة للأمم المتحدة فيما يتعلق حتى باللاجئين. صحيح. انظري مثلا لملف اللاجئين كنوع من التعامل الإنساني، مصر فيها تقديرات تقول من 9 إلى 12 مليون لاجئ لا يعيش في مخيمات، لا يعيش في مناطق معزولة، لا يتم معاملتهم باستعلاء أو بعنصرية أو بفصلهم عن المواطنين، يعيشون وسط المواطنين المصريين، يتمتعوا بكافة الخدمات وبذات الأسعار التي يدفعها المصريون. لذلك الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كل المنظمات أشادت بهذا السلوك الإنساني المصري. كمان مصر بتقدم نموذج في التعايش، التعايش الإنساني القائم على الأيدي الممدودة بالخير والإنسانية لكل دول العالم. حضرتك أشرت، ما فيش أي مشكلة كانت في العالم أو أزمة مرت بها العالم إلا ومصر كانت حاضرة. صحيح. تقديم الدعم وتقديم المساندة. نعم. وتقديم كل ما تستطيع أن تقدمه، ورأينا ذلك في الزلزال اللي ضرب تركيا وفي سوريا. صحيح. كيف لمصر انها عملت جسر بحر وجسر جوي لتوصيل المساعدات الانسانيه لهذين البلدين. نعم. الشقيقين. انا في تقديري هذه اداه مهمه وتعبير مهم عن الوجه الانساني المصري والوجه الانساني لثوره 30 يونيو. نعم صحيح. انا طبعا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت اليه من متابعه. الدكتور ايمن سمير خبير في العلاقات الدوليه كنت معنا للحديث عن ملامح السياسه الخارجيه المصريه بعد 30 يونيو.